السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معكم عمر عبد المقصود، ومعنا النهاردة كيا جراند سيراتو فيس ليفت 2022، أول عربية تنزل عندنا في السوق المصري وبتحمل شعار كيا الجديد اللي احنا شايفينه قدامنا. العربية بتطرح بخمس فئات في السوق المصري. النهاردة هنتعرف على أهم المواصفات الموجودة في الخمس فئات من خلال استعراض أهم فئتين في العربية، الفئة الخامسة والأعلى تجهيزا، والفئة الثالثة اللي تعتبر يعني بداية التجهيزات الكويسة في العربية، لأن التجهيزات أثارت جدل كبير جدا، بالإضافة كمان لنقطة تسعير العربية، ودي النقاط الأساسية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. بس قبل ما نتكلم على أي حاجة أو أي تفاصيل، فاصل صغير زي ما تعودنا، هناخد فيه لفة حوالين العربيتين نتفرج عليهم وبعد كده نرجع نكمل. جراند سيراتو فيس ليفت 2022 بتطرح حاليا في السوق المصري من خلال وكيل علامة كيا الكورية EIT بخمس فئات، الفئة الأولى بسعر 320,000، الفئة الثانية بسعر 330,000، الفئة الثالثة اللي معانا النهاردة بسعر 360,000، والفئة الرابعة بسعر 375,000، وأخيرا الفئة الخامسة والأعلى تجهيزا اللي معانا النهاردة برضو بسعر 415,000. أول سؤال سألته أول ما جيت هنا، تسعير العربية عامل قلق على السوشيال ميديا، يا ترى ليه سعر العربية عامل كده؟ كان أول إجابة برضو لقيتها هي 40% جمارك. العربية دي عليها 40% جمارك، ويمكن ده أحد العوامل الرئيسية في تسعير العربية بالسعر اللي احنا سمعناه دلوقتي، ودي طبعا الأسعار الرسمية للعربية. تاني سؤال سألته، ايه اخبار العربيه؟ هل الاوبشنز اللي فيها، وطبعا كان موضوع الاوبشنز الموجود في الفئه الاولى والثانيه تحديدا مثير للجدل جدا وهنتكلم عنه دلوقتي، هل الاوبشنز اللي بتقدمه العربيه في فئاتها الخمسه مناسب للقيمه السعريه بتاعتها ولا لا؟ ثالث سؤال هنساله بقى بيني وبينكم مع بعض، منافسين العربيه اخبارهم ايه؟ هل فعلا العربيه هتتفوق على منافسينها ولا هتساويهم ولا هتبقى اقل منهم؟ احنا عندنا منافس من صانع كوري اللي هو نفس المصنع المنشا، عندنا منافس من صانع ياباني، وعندنا منافس من صانع صيني، وبنتكلم هنا على ثلاث منافسين مبيعاتهم كويسة جدا في السوق المصري، يمكن كمان أفضل في مبيعاتهم من كيا جراند سيراتو. فهل يا ترى كيا جراند سيراتو فيس ليفت 2022 هترجع تاني تبيع زي ما كانت بتبيع زمان ولا لا؟ هل فعلا العربية هتقدم لنا قيمة مقابل سعر ولا هنضطر نلجأ للمنافسين بتوعها؟ هي دي بقى مجموعة الأسئلة اللي هنحاول نجاوب عليها النهاردة في الريفيو بتاعنا من خلال استعراض الأوبشنز الموجودة في أفضل فئتين من وجهة نظري الشخصية للعربية، الفئة الثالثة والفئة الخامسة طبعا الأعلى تجهيزا. اخترت الفئة التالتة لانها تعتبر في رينج 300، فيعني الى حد ما بنتكلم في 360,000، فتعتبر يعني متوازنة في الاوبشنز بتاعتها مقارنة بالسعر بتاعها. واخترت كمان الفئة الاعلى اللي هي ب 414,000 او 414,900، يعني 415,000 تقريبا، وطبعا دي في حالة انه حد بيدور على سعر عربية يكون مرتفع شوية مقابل قيمة عالية طبعا هتقدمها العربية. عندنا طبعا تجهيزات سلامة وامان الكاملة موجودة هنا في الفئة دي، هنا شوية تجهيزات سلامة وامان منقوصة الى حد ما، هنتكلم طبعا عن كل التفاصيل دي بالترتيب في الريفيو بتاعنا. وطبعا زي ما تعودنا في الترتيب هنبدا بمقدمه العربيه ونتكلم على اهم الاوبشنز اللي فيه، ونتكلم كمان على اهم الاختلافات ما بين الفئات لبعضها في 2022 واهم الاختلافات في 2021 او الشكل القديم. يلا بينا. عندي ست اختلافات في التجهيزات الخارجيه ما بين الفئه الخامسه والفئه الثالثه، وهنبتديها بمنظومه الاضاءه الاماميه. منظومه الاضاءه الاماميه في الفئه الخامسه بتيجي LED بالكامل، سواء الاضاءه الرئيسيه، اضاءه الاشارات، او حتى الاضاءه النهاريه اللي موجوده هنا، في حين ان الفئه الثالثه والفئه الرابعه وكذلك الفئتين اللي قبلهم اللي هم الفئه الاولى والثانيه الاضاءه الرئيسيه فيهم بتكون هالوجين زي ما احنا شايفين، اما الاضاءه بتاعت الاشارات برضو بتكون هالوجين، اما الاضاءه النهاريه فبتكون LED موجوده في الفئات الاربعه ما فيش فيها اي اختلاف، او في الفئات الخامسه بتاعت العربيه ما فيش فيها اي اختلاف. ولذلك هنلاحظ انه شكل الاضاءه الداخليه جوه الفانوس شكلها مختلف، وكذلك مختلف عن موديل 2021 او الشكل القديم اللي هو قبل الفيس ليفت. شكل العدسات مع شكل الاضاءه النهاريه، الشكل العام للفانوس الامامي بقى ارفع
سلام اكتر وشكله مختلف ومميز اكتر او اجريسيف اكتر. وكذلك ده ينقلنا لشكل الشبكه الاماميه اللي بقى سمكها او ارتفاعها بقى اقل موجود هنا. هنلاحظ ان هي هنا في الفئه الخامسه بتيجي من البيانو بلاك هي مع كمان الديفيوزر الامامي اللي موجود هنا من البيانو بلاك. اما في الفئه الثالثه وتحت الفئه الخامسه يعني الفئه الرابعه والثالثه والثانيه والاولى الشبكه الاماميه بتكون من البلاستيك الاسود المط، وكذلك الديفيوزر الامامي بيجي من البلاستيك الاسود المط. اما فتحات التهويه السفليه اللي موجوده هنا اعلى الديفيوزر الامامي هنا وهنا فبتكون من نفس الماتيريال اللي هو البلاستيك الاسود المط، ما فيش فيها اي اختلاف، مع التصفيح الكامل اسفل الموتور في كل فئات الجراند سيراتو الفيس ليفت 2022. هنلاحظ كمان من ضمن الاختلافات ما بين الفيس ليفت وما بين ال 2021 مكان اللي موجود هنا ده كان في 2021 الاضاءه بتاعت الفوج لايت الاماميه، هنا ما عادش فيه فوج لايت اماميه في الفيس ليفت، المكان ده بقى فتحات تهويه حقيقيه مخصصه لتهويه الديسكات بتاعت الفرامل الاماميه اللي موجوده هنا والعجل بتاع العجل الامامي للعربيه. هنلاحظ كمان ان هي موجوده برده موجوده هنا، ولكن هنلاحظ ان هي بتبقى من البلاستيك الاسود المط، اما في الفئه الخامسه فبتكون من البلاستيك الاسود اللامع او البيانو بلاك. هنلاحظ كمان انه في الفئه الخامسه موجود فيها حساسات اضاءه وحساسات مطر، في حين ان هنا ما عنديش حساسات اضاءه طبعا ولا حساسات مطر، بالاضافه كمان لانه كان في الفئه في الشكل القديم او في موديل 2021 كان عندي حساسات ركنه اماميه، لكن هنا ما عنديش حساسات ركنه اماميه حتى في الفئه الاعلى في الفئه الخامسه ما فيش فيها حساسات ركنه اماميه. ده كده سريعا ما يتعلق بابرز الاختلافات في مقدمه العربيه ما بين الفئه الخامسه والثالثه وما بين الفيس ليفت 2022 والشكل القديم 2021. تعالوا بقى نتنقل لمنظومه الحركه في العربيه ونتعرف عليها ونشوف هل حصل اختلاف ولا ما حصلش اختلاف. تعالوا بينا نشوف. تعالوا كده نفتح الكبوت مع بعض ونتعرف على اهم التجهيزات حوالين منظومه الحركه في العربيه. مبدئيا كده ما عنديش مساعدين لرفع الكبوت، زي ما احنا شايفين بيبقى عباره عن العمود التقليدي اللي بيرفع الكبوت، بالاضافه كمان لانه ما عنديش تصفيح او ما عنديش عزل موجود هنا في بطن الكبوت سواء هنا في الفئه الخامسه الاعلى تجهيزا او في بقيه الفئات، لكن عندي تصفيح كامل اسفل المحرك زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم في مقدمه العربيه. منظومه الحركه هي نفسها منظومه الحركه اللي موجوده في الفئات الخامسه في الفيس ليفت 2022، وهي نفسها منظومه الحركه اللي كانت موجوده في الشكل القديم 2021. محرك بسعه 1.6 لتر او 1600 سي سي بتنفس طبيعي متوصل على نقل حركه اوتوماتيكي من 6 سرعات اوتوماتيكي تقليدي. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه حوالي 130 حصان وبتطلع عزم بيوصل ل 155 نيوتن متر عند 4850 لفه. طبعا معدل استهلاك البنزين للعربيه يعتبر معدل مناسب جدا بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر العربيه تمشيهم، وده طبعا بيختلف يعني بالزياده او بالنقص على حسب طريقه قيادتك، على حسب المود اللي انت ماشي عليه، وعلى حسب الطريق اذا كان مفتوح ولا مقفول واستخدام التكييف. بالنسبه للسرعه بتاعه العربيه او التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 بتوصل في حوالي 11.6 ثانية. طبعا ده ممكن يختلف برضو على حسب طريقة قيادتك وعلى حسب اذا كنت بتستخدم المود المانوال او مود القيادة الاوتوماتيكي. نظام التعليق الامامي للعربية بيجي ماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي بيكون كابل تورشن بيم، اما نظام الدفع في العربية فبيكون نظام دفع امامي زيها زي الموديل اللي قبله اللي هو الموديل 2021. في اوبشن زيادة موجود هنا في الفئة الخامسة وهو امكانية ادارة المحرك عن بعد من خلال الريموت كنترول. خلينا كده نجربه مع بعض واحنا موجودين. خلينا نقفل العربية الاول بالشكل ده، بعد كده في عندي زرار هولد موجود هنا في ريموت كنترول ممكن ان انا ادوس عليه لفتره طويله بالشكل ده، ممكن ادور العربيه عن بعد. طبعا بتشتغل جوه لو انت مشغل التكييف على درجه معينه بيشتغل على اخر اعدادات انت سبت العربيه عليها، وده طبعا اوبشن موجود في الفئه الخامسه، وممكن برده من خلال دوسه واحده اقفل العربيه، لكن طبعا ما بتتحركش طول ما العربيه دايره، مش ممكن تدخل للعربيه غير لما يكون معاك المفتاح. ده نوع من انواع الامان الزياده. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه في الفيس ليفت 2022. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتكلم على اهم الاوبشنز الموجوده فيها واهم الاختلافات كمان ما بين الفئه الثالثه والخامسه في جنب العربيه وما بين الفئات الخامسه بشكل عام فيها. يلا بينا. في جنب العربيه عندي مجموعه اختلافات ما بين الفئات الخامسه اللي بتنزل بيهم العربيه وما بين الفئه الثالثه والفئه الخامسه بشكل اساسي كمان. مبدئيا اول اختلاف ما بين الفئات الخامسه هو الجنط. الجنط في الفئه الاولى والثانيه بيكون مقاسه 15 انش جنط حديد مع طاسة بلاستيك، بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه بيكون الجنط مقاسه 16 انش بيجي تو تون وبالشكل الرياضي او بالنقش الرياضي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. ده
اول فرق اساسي ما بين الخمس فئات اللي بتنزل بيهم العربيه. تاني فرق عندي هو منظومه الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، وده طبعا بيجي لباب السائق وباب الراكب الامامي هنا في الفئه الخامسه حصرا، مش موجود ولا في الفئه الرابعه ولا في الفئات اللي بعدها. طيب عندنا كمان الازاز الخلفي ما بيجيش فمي او معتم في الفئات كلها بلا استثناء، وده اوبشن غايب عن العربيه بشكل عام، لكن مقابض الابواب بتيجي بنفس لون العربيه في الفئات الخمسه، مفيش فيها اي اختلاف. طول العربيه الاجمالي 4 متر 64 سنتي، طول قاعده العجلات 2 متر 70 على القفل بالظبط، وارتفاع العربيه عن الارض 15 سنتي، ارتفاع الى حد ما متوسط، ما هوش منخفض قوي وفي نفس الوقت مش مرتفع للدرجه. عندي طبعا انتنة زعنفه القرش او الشارك فين الموجوده في الفئات الخمسه برضو، مفيش فيها اي اختلاف. يمكن احد الاختلافات الموجوده في جنب العربيه ما بين الفئات الاربعه اللي قبل الفئه الخامسه والفئه الخامسه هو وحده الرفع اللي موجوده هنا. وحده الرفع الموجوده في العربيه هنا فيها يعني ايه اوبشن ظريف، لكن في نفس الوقت مش يعني ناقصه حاجه صغيره، وهو ان انا هقول لكم دلوقتي ممكن لو دوست هولد بشكل مطول على الزرار بتاع القفل بيقفل الازاز بتاع السائق وازاز الراكب الامامي فقط، فتحه السقف ما بتتقفلش والازاز الخلفي كمان ما بيتقفلش لو كان مفتوح، فيمكن وحده رفع يعني ناقصها شويه ايه، محتاجين نشتغل عليها شويه. ده كده الاوبشن الاولاني اللي غايب عن بقيه الفئات وموجود هنا في الفئه الخامسه، ولكن طبعا زي ما قلت لكم بيبقى ليه الازاز الامامي فقط اللي هو ازاز الراكب الامامي وازاز السائق. الاوبشنز الثانيه اللي موجوده بدايه من الفئه الثالثه فعندنا المرايات الجانبيه فيها اضاءه للاشارات بتيجي ال اي دي، وبتفتح وتقفل مع فتح وقفل العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنلاحظ انه المرايتين بيفتحوا ويقفلوا بدايه من الفئه الثالثه مع فتح وقفل العربيه، مفيش فيه اي اختلاف. زي ما قلت لكم الكيلس انتري الموجود هنا بدايه من الفئه الخامسه معاه اضاءه او وحده اضاءه صغيره موجوده هنا علشان تنور لي المقبض بتاع الباب بتاع السائق الموجود هنا. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه وابعاد العربيه فيما يتعلق بالجنب تحديدا. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيه نتعرف على الاوبشنز الموجوده في الظهر واهم الفروق ما بين الفئات في ظهر العربيه. طيب انا موجود دلوقتي بره الكادر، هدخل على الشنطه بتاعه الفئه الخامسه هوريكم فيها اوبشن ظريف جدا وهو السمارت ترانك. السمارت ترانك ده هو اوبشن بيخلي الشنطه تفتح اوتوماتيك بمجرد وجودك حوالين المنطقة بتاعت الشنطة بدون استخدام رجل أو إيد حتى، يعني أنت بس مجرد ما تبقى قريب منها بتفتح بشكل كامل. أما هنا في الفئة الثالثة فالشنطة بتفتح من خلال ريموت كنترول، من خلال زرار خاص بيها بتدوس هولد فبتفتح معاك بالشكل ده، أو من خلال زرار موجود في الكونسول الأمامي للعربية. طيب في أوبشن كمان زيادة موجود هنا في الشنطة بتاعة الفئة الخامسة وهو الزرار اللي موجود هنا. الزرار ده موجود هنا في الفئه الخامسه بس، اما في الفئه الثالثه والفئه الرابعه كمان والفئات اللي تحتها مفيش اي ازرار خارجيه للشنطه او لفتح الشنطه. اوبشن ثالث موجود كمان في الشنطه هنا وهو امكانيه زياده مساحه الشنطه عند طي الكنبه الخلفيه 40-60، ممكن اتني الكنبه الخلفيه 40-60 من خلال مقابض موجوده هنا من الشنطه الخلفيه، وبالتالي الكنبه ممكن اتنيها فبتزود مساحه الشنطه. مساحه الشنطه الاساسيه في الفئات الخامسه 502 لتر مستغلين بشكل كامل، مفيش اي هدر في المساحه، مفيش اي بروزات على الجناب، بتاخد من مساحه الشنطه الارضيه مستويه بشكل كامل، مفيش اي اعاقه لعمليه التحميل. مساحه الدخول للشنطه الى حد ما معقوله ومقبوله، لكن عندي مشكله وهي شفه التحميل اللي هي تبقى مرتفعه الى حد ما، وده عيب مشترك في عربيات السيدان بشكل عام، لكن ما عدا ذلك ما عنديش اي مشاكل اخرى في الشنطه. 502 لتر مساحه لطيفه، اعتقد في منافسين كتير للعربيه مساحه الشنطه فيهم اقل من 502 لتر. في عندي دور سفلي موجود هنا، موجود فيه الاستيب بتاع العربيه وكمان العده الخاصه بيه اللي هو الكريك والمفك، وده موجود في الفئات كلها. اما الجنط الاستبن فبيكون جنط احتياطي حديد بيجي بنفس المقاس اللي هو 16 انش في الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، و15 انش في الفئات الاولى والثانيه. لو قفلنا بقى باب الشنطه وبدانا نتكلم على الاوبشنز الخارجيه في ظهر العربيه، فمثلا عندنا الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا وبدايه من الفئه الثالثه زي ما اتفقنا، لان بدايه من الفئه الثالثه بيكون عندي شاشه، فبالتالي طالما في شاشه يبقى اكيد في عندي الكاميرا الخلفيه الموجوده هنا. طيب ايه كمان اوبشن زياده موجود هنا في فئه خمسه مش موجود في فئات الاربعه اللي قبلها؟ السنسور بتاعه الركنه الخلفيه اللي موجوده هنا موجوده في فئه خمسه بس مش موجوده في بقيه الفئات. منظومه الاضاءه الخلفيه هنا في الفئه الخمسه بتبقى ال اي دي للفانوس الرئيسي، وبتبقى هالوجين للاضاءه بتاعه الاشارات اللي موجوده هنا. الاشارات بتبقى موجوده مكان الفوج لايت في الموديل 2021 او الشكل القديم. الشكل القديم ده كان هنا المنطقه دي كان فيها فوج لايت وكان حجمها اكبر وكان فيها كمان اضاءه الاشارات، لكن هنا تم استبدالها بالاضاءه بتاعت الاشارات بقى حجمها اصغر. هنلاحظ تطعيمات البيانو بلاك الموجوده هنا تحت
فتحت الديفيوزر الخلفي اللي موجود هنا، اما فتحات التهويه الفيك الموجوده هنا فبتكون من البلاستيك الاسود المط، اما هنا الديفيوزر الخلفي بيكون من البلاستيك الاسود المط، وكذلك فتحات التهويه الفيك مش الحقيقيه. عندي فتحه شكمان وحيده موجوده في الفئات كلها، ما فيش فيها اي اختلاف. الاضاءه الخلفيه هنا بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الرابعه بتكون هالوجين هنا، والبار ده طبعا بار غير مضيء، وموجود برده كان موجود في موديل 2021، الجزء ده ما بيبقاش مضيء يعني، وموجود زي ما قلت لكم في الفئات الخمسه ما فيش فيه اي اختلاف، مع الكاميرا الخلفيه وعلامه EIT وكلمه جراند سيراتو الموجوده على الشنطه. الازاز الخلفي بيجي مش فامي، بيجي ازاز عادي لكن جواه سخانات عشان الشبوره والضباب، مع انتنه زعنفه القرش او الشارك فان، ودي حاجه مشتركه في الفئات الخمسه ما فيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربية في 2022 من الفيس ليفت من جراند سيراتو. تعالوا بقى نركب في الكنبة الخلفية ونتعرف على المقصورة الداخلية للركاب ونعرف أخبار التجهيزات الداخلية في العربية إيه. وصلنا للكنبة الخلفية في كيا جراند سيراتو فيس ليفت 2022 وتحديدا الفئة الثالثة، وخلونا نبتدي بأبرز الاختلافات ما بينها وما بين الفئات اللي قبلها واللي بعدها. مبدئيا عندنا فتحة تكييف خلفية أو فتحتين تكييف خلفيتين مع فتحة USB Type-A، ودي موجودة بداية من الفئة الثالثة اللي احنا فيها. ما عنديش مسند إيد خلفي، وده موجود في الفئة الخامسة، هنتعرف عليه لما نركب دلوقتي في الكنبة الخلفية للفئة الخامسة. الفرش المستخدم هو فرش من القماش، موجود في الفئات الخمسة كلهم ما فيش فيه أي اختلاف نهائيا. ما عنديش أماكن للتخزين في ظهر الكراسي الأمامية، وده موجود في الفئة الخامسة، لكن الجزء الخاص بظهر الكرسي اللي موجود هنا سواء الكرسي بتاع السائق أو كرسي راكب الأمامي، الظهر بتاعه بيكون من البلاستيك مع تجويفات علشان تديني مساحة أكبر للرجلين سواء للركبة أو حتى مساحة تحت الكرسي. زي ما احنا شايفين كده المساحات بشكل عام لطيفة جدا، ما فيش فيها أي مشكلة، أنا ظابط كرسي السائق على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي، ومع ذلك عندي مساحة حوالي 5 صوابع ويمكن أكتر كمان فيما يتعلق بالركبة، وكذلك ارتفاع الكرسي عن الأرض مناسب جدا، وممكن ضبطه كمان يدويا في الفئات الخمسة. بالمناسبة ممكن ضبط الكرسي السائق يدويا ارتفاعه، ما فيش فيه أي حاجة كهرباء. طيب نفق الفتيس مش مرتفع ومش منخفض، متوسط الارتفاع، ممكن شخص في طولي يقعد في النص عادي مش هيحس باي مشكله، يعني انا حاطط رجلي على نفق الفتيس لكن ايه يعني مبعد ما بين رجليا شويه، لكن ممكن احط رجلي عادي. الكنبه ممكن تاخد 3 اشخاص كبار بشكل الى حد ما مريح، مش مريح قوي يعني، لو على سفر ممكن يبقى متعب شويه، ولكن بشكل عام جوه المدينه ممكن تاخد 3 كبار مستريحين ما فيش في اي مشكله. اماكن تثبيت مقاعد الاطفال ايزوفيكس احد يمكن ابرز الاختلافات او اهم الاختلافات اللي اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في الشنطه، انه الكنبه الخلفيه هنا غير قابله للطي 40-60، وكذلك الفئه الرابعه، وكذلك الفئات اللي قبل الفئه الثالثه اللي هي الاولى والثانيه. في الفئه الخامسه فقط هي الكنبه اللي فيها قابله للطي 40-60، هنتعرف عليها دلوقتي لما نروح الكنبه الخلفيه في الفئه الخامسه. الماتيريال المستخدم في الابواب هو عباره عن سوفت ماتيريال، عفوا بلاستيك، هنا كمان جزء من بلاستيك، هنا الجزء الخاص بسوفت ماتيريال اللي هو الجزء الخاص بمسند الكوع، الحته دي بتيجي من السوفت ماتيريال. التطعيمات اللي هي بتبقى من الرصاصي الفاتح اللي موجوده هنا بتبقى بيانو بلاك في الفئه الخامسه، هنشوفها دلوقتي. عندي مساحات تخزين صغيره جدا جدا جدا، تاخد يعني ازازه ميه صغيره، مش هتنفع تاخد ازازه ميه حتى كبيره في الجزء الخاص بالباب او الابواب الخلفيه للعربيه. طبعا الازاز الخلفي ما بيجيش فميه زي ما اتكلمنا في جنب العربيه، وما عنديش فتحه سقف هنا في الفئه الثالثه، موجوده بدايه من الفئه الرابعه والفئه الخامسه. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه في الفئه الثالثه. تعالوا بقى نروح للكنبه الخلفيه في الفئه الخامسه ونتعرف على ابرز الاختلافات اللي موجوده فيها، يلا بينا. هنا في الكنبه الخلفيه في الفئه الخامسه يعني نقدر نقول اختلافات بسيطه، يمكن عندي 3 اختلافات بشكل اساسي. الاختلاف الاولاني هو مساحه التخزين الشبكيه اللي موجوده هنا اسفل كرسي الراكب الامامي، ودي اللي مش موجوده في الفئات اللي قبلها. رقم 2 او الاختلاف الثاني، مسند الايد الخلفي اللي موجود هنا مع 2 كاب هولدر، وده مش موجود في الفئات اللي قبلها زي ما اتفقنا. رقم 3 هو امكانيه طي الكنبه الخلفيه 40-60 علشان تديني مساحه تخزين اعمق للشنطه الخلفيه. طبعا احنا اتكلمنا على الشنطه وقلنا ان مساحتها 502 لتر هنا في الفئه الخامسه قبل للزياده لاكثر من 502 لتر لما بنتني الكنبه الخلفيه 40-60، وده اوبشن موجود بصفه استثنائيه في الفئه الخامسه دونا عن غيرها. ما عدا ذلك كل حاجه تقريبا نقدر نقول عليها واحده، باستثناء طبعا الماتيريال المستخدم في الابواب الجانبيه كمان، يعني عندي فتحتين التكييف، فتحه اليو اس بي اللي اتكلمنا عنهم في الفئه الثالثه، نفق الفتيس اللي هو ارتفاعه الى حد ما بسيط، مساحات الارجل بشكل عام في العربيه
عربيه واحده ما فيش فيها اي اختلاف. الماتيريال برضو زي ما قلت لكم في الابواب هو اللي اختلف شويه، هنا بلاستيك، لكن الجزء الخاص بالتطعيمات اللي كانت في الفئه الثالثه من الرصاصي الفاتح هنا بتيجي من البيانو بلاك. وهنا عندي بقى في النص في بطن الباب بيجي تطعيمات من الجلد، ومسند الكوع بيجي من الجلد بشكل كامل، يعني حتى عن حوالين الجزء او وحده التحكم في الازاز الخلفي بتيجي برضو من الجلد. ولكن مساحه التخزين في الابواب الخلفيه برضو هنا في الفئه الخامسه بسيطه جدا او صغيره جدا، بتاخد ازازه ميه صغيره بالعافيه ممكن كمان. مفيش عندي اي اوبشنز ثانيه زي ما اتفقنا، بالاضافه كمان للايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال ده في حاله ان انت معاك اطفال. فتحه السقف طبعا موجوده هنا، بتوفر لك الى حد ما اضاءه افضل في الجزء الخلفي من مقصوره الركاب، بالاضافه كمان لتهويه افضل كمان مع فتحات التكييف الخلفيه اللي موجوده هنا. تعالوا بقى نطلع على الكونسول الامامي في الفئه الثالثه ونتعرف على الاوبشنز الموجوده فيه، وبعد كده نتكلم على الاوبشنز الموجوده هنا في الكونسول الامامي في الفئه الخامسه. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في الفئه الثالثه من جراند سيراتو فيس ليفت 2022، وقبل ما نبتدي عندي ملحوظتين مهمين لازم نبدا بيهم. مبدئيا التجهيزات اللي موجوده في العربيه هنا في الفئه الثالثه بالكامل ما فيش فيها اي اختلاف نهائيا، بدايه من عوامل السلامه والامان وصولا للانفوتيمنت سيستم في العربيه، ما فيش اي فرق ما بينها وما بين الفئه الرابعه، باستثناء اختلاف وحيد وهو فتحة السقف. فتحة السقف موجودة في الفئة الرابعة والخامسة، مش موجودة هنا في الفئة الثالثة، لكن الشاشة، الانفوتيمنت سيستم، الماتيريال المستخدم في الطابلو، عوامل السلامة والأمان كلها واحدة في الفئة الرابعة والفئة الثالثة، ولذلك فرق السعر يمكن مش كبير ما بين الفئة الأولى والفئة عفوا الفئة الثالثة والفئة الرابعة. لو حد بيدور على فتحة السقف فيختار الفئة الرابعة، لكن لو مش عايز فتحة السقف هتبقى الفئة الثالثة هي الأنسب بالنسبة لك. دي أول نقطة. تاني نقطة متعلقة بعوامل السلامة والأمان، بداية من الفئة الثالثة هنا عوامل الأمان بتزيد ايرباج واحده، يعني عندنا 2 ايرباج موجودين هنا بدايه من الفئه الثالثه، وكذلك الفئه الرابعه وكذلك الفئه الخامسه 2 ايرباج بس. انظمه الفرامل الاي بي اس والاي بي دي وكذلك هي اللي موجوده في الفئه الاولى والفئه الثانيه، مع اختلاف عدد الايرباجز. الفئه الاولى ما فيش فيها ايرباجز خالص، الفئه الثانيه بيبقى فيها ايرباج واحده. انظمه الفرامل واحده في الفئات كلها الاي بي اس والاي بي دي. في الفئه الخامسه بتزيد حاجات هنتكلم عنها لما نوصل للفئه الخامسه. طبعا دي ملحوظه مهمه جدا، عوامل السلامه والامان في العربيه الى حد ما قليله وعليها تحفظ كبير واثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وده طبعا منطقي جدا وطبيعي. وسالت سؤال متعلق بالموضوع ده هنا في التوكيل، ليه يا جماعه العربيه ممكن تطرح في السوق المصري في فئاتها الاولى من غير ايرباج وفي الفئه الثانيه بايرباج واحده ومفيش اي اس بي ومفيش هيل لانش اسيست في العربيه؟ فكانت الاجابه انه بشكل اساسي الفئه الاولى والثانيه مش مستهدف منهم المبيعات للاشخاص او المستهلك العادي في السوق المصري. المستهلك العادي ممكن يتارجت بدايه من الفئه الثالثه اللي احنا فيها وانت طالع، اما الفئه الاولى والثانيه فبشكل اساسي بيستهدفوا شركات النقل وشركات السياحه وشركات البترول، ولذلك هتلاقوا مفيش فيها اوبشنز كتيره خالص، يمكن فاضيه كمان، يعني مفيش فيها شاشه زي ما قلت لكم، وكذلك عوامل السلامه والامان فيها. ده كان رد التوكيل لما سالت السؤال المتعلق بليه عوامل السلامه والامان في الفئه الاولى والثانيه تقريبا زيرو. طيب ده كده سريعا عوامل السلامه والامان في العربيه، وهي كانت نقطه مثيره للجدل ولا تزال نقطه مثيره للجدل الحقيقه، وانا معاكم فيها. يعني موضوع ان عدد الايرباج قليل في العربيه ده حاجه صعبه، بالاضافه كمان لموضوع الاي اس بي ده نقطه مهمه جدا في العربيه، وخاصه لما تكون عربيه بالحجم ده وسيدان، فاحنا بنتكلم على لازم يكون اقل حاجه موجود فيها اي اس بي. طيب نتنقل للنقطه الثانيه بعد كده، وهو جهاز الترفيه او الانفوتيمنت سيستم الموجود في العربيه، واللي بيبتدي بشاشه وسطيه 8 انش تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو. السنسيفتي بتاعتها لطيفه جدا وسريعه الاستجابه، ما فيش فيها اي مشكله، بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، متوصله طبعا بالكاميرا الخلفيه اللي اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في ظهر العربيه. هنختبر طبعا الابل كار بلاي في الفئه الخامسه ونشوف اخباره ايه، وهختبر كمان الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفيه في الفئه الخامسه. لكن ابرز الاختلافات ما بين الفئة الثالثة والفئة الخامسة متعلق بالماتيريال. الماتيريال المستخدم هنا سوفت ماتيريال، برضو في الفئة الخامسة بيبقى سوفت ماتيريال ولكن أطرى شوية في ملمسه. عجلة القيادة وعصاية نقل الحركة بيبقوا هنا من البلاستيك، لكن في الفئة الخامسة بيبقوا من الجلد. التكييف كذلك أحد الاختلافات اللي موجودة، طبعا في الفئة الخامسة بيكون أوتوماتيك وبيبقى الدول زون أو منطقتين، لكن هنا بداية من الفئة الأولى لحد الفئة الرابعة التكييف بيكون بكر مع أزرار وبيبقى مانوال مش أوتوماتيك ولا دول زون. فتحة يو اس بي مع فتحة 12 فولت مع مكان للولاعة، المنطقة دي برضو أحد الاختلافات اللي موجودة في الفئة الخامسة، بتبقى من البيانو بلاك اللي هي محيط عصاية نقل الحركة، أما في الفئة الثالثة هنا فبتكون من البلاستيك الأسود المط. عندي الزرار موجود هنا جنب عصاية نقل الحركة للدرايف مود أو أنظمة القيادة، عندي ثلاث أنظمة قيادة الإيكو والنورمال والسبورت، وطبعا بداية من الفئة الثالثة بتكون موجودة. عجلة القيادة نفسها طبعا عليها شعار كيا الجديد، ونلاحظ على يمينها موجود الكروس
كروز كنترول او مثبت السرعه، وعلى شمالك موجود ازرار التحكم في الانفوتمنت سيستم مع تطعيمات من البيانو بلاك محيطه بالازرار والسبوكس العلويه اللي موجوده هنا. عجله القياده كمان ممكن تتحرك في اربع اتجاهات، فوق وتحت وقدام وورا. شاشه العدادات هي نفسها ما فيش فيها اي اختلاف في الفئات الخمسه اللي بتنزل بيهم العربيه، باستثناء الشاشه الصغيره اللي موجوده هنا. في الفئه الخامسه بتكون حجمها اكبر شويه، تبقى 4 انش، وبتيجي الوان ما بتبقاش ابيض واسود زي ما موجوده هنا في الفئه الثالثه. طيب من خلالها بقدر استعرض كافه المؤشرات الخاصه بالعربيه، سواء معدل اللحظي لاستهلاك البنزين او معدل البنزين اللي ماشيني قد ايه، كم كيلو، درجه الحراره الخارجيه بره العربيه عامله ازاي، وما الى ذلك. طبعا على يمينك عداد السرعه، وعلى شمالك عداد الار بي ام، تحت عداد السرعه في مؤشر البنزين، وتحت عداد الار بي ام في مؤشر الحراره. طبعا زي ما قلت لكم الشاشه دي شكلها بيختلف شويه في الفئه الخامسه، نتعرف عليه لما نروح الفئه الخامسه. الكاميرا او عفوا المرايه الوسطيه اللي موجوده هنا او المرايه الخلفيه تبقى اوتو دامينج في الفئه الخامسه، هنا في الفئه الثالثه، وكذلك في الفئه الرابعه بتكون مانوال، التعتيم بتاعها مانوال مش تعتيم ذاتي. طبعا الجزء الخاص بالكونسول العلوي اللي موجود هنا مع حفظه للنظاره والاضاءه اللي موجوده هنا يمين وشمال. الماتيريال بتاع الابواب في الفئه الثالثه هنا بيبقى كله من البلاستيك، مفيش فيه اي تطعيمات من الجلد، باستثناء المسند بتاع الكوع اللي موجود هنا بيبقى من الجلد، ما عدا ذلك الباب كله بيبقى من البلاستيك. التطعيمات اللي موجوده من البلاستيك الرصاصي الفاتح اللي موجوده هنا بتبقى في الفئه الخامسه من البيانو بلاك، هنروح نتفرج عليها دلوقتي. يلا بينا نبص على الكونسول الامامي في الفئه الخامسه ونتعرف على ابرز الاختلافات اللي موجوده فيه. يلا بينا. الكونسول الامامي في الفئه الخامسه والاعلى تجهيزا من جراند سيراتو فيس ليفت 2022، وزي ما بنبتدي دايما بعوامل السلامه والامان، لان دي تعتبر الفئه الاعلى تجهيزا فيما يتعلق بعوامل السلامه والامان، وحتى كمان في الانفوتمنت سيستم، يعني كل حاجه في العربيه دي هي الاعلى تجهيزا. وعوامل السلامه والامان هنا برضو في الفئه الخامسه مثيره للجدل. ليه؟ لان فيها اثنين اير باج بس، زي ما قلت لكم الاثنين الاير باج بيبداوا معانا من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، اما الفئه الاولى فما فيهاش اير باج خالص، والفئه الثانيه بيكون فيها اير باج واحده. فبالتالي طبعا دي كانت نقطه مثيره للجدل جدا على السوشيال ميديا، ناس كتير كانت بتتكلم على انه تجهيزات السلامه والامان في العربيه مش على قدر المستوى المطلوب من كيا جراند سيراتو واللي ليها تاريخ طويل في السوق المصري. انظمه الفرامل الموجوده موجوده من الفئه الاولى اللي هي الاي بي اس والاي بي دي، هنا بتزيد عندنا كمان وفي الفئه الخامسه بس دون عن الفئات الاربعه اللي قبلها الاي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، ودي برضو احد الانتقادات اللي وجهت للعربيه، يعني عشان احصل على نظام اتزان الكتروني لازم اشتري الفئه الاعلى اللي هي ب 415 ألف. بالاضافه كمان لاوبشن زياده موجود هنا وهو الهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات، ده برضو احد الاوبشنز الموجوده هنا في السيفتي باكج في الفئه الخامسه او الاعلى تجهيزا، ما عدا ذلك بقيه الاوبشنز الموجوده موجوده في بقيه الفئات ما فيش فيها اي مشكله، زي ما قلت لكم كده منع اداره المحرك او الامبلايزر موجود بدايه من الفئه الاولى، بالاضافه كمان للاي بي اس والاي بي دي موجود برضو من الفئه الاولى. عشان كده يمكن قلت لكم ان الفئه الثالثه تعتبر هي يعني ايه في التجهيزات بتاعتها متناسبه الى حد ما، لان فيها اثنين ايرباك زي الفئه الخامسه بالظبط، باستثناء طبعا زي ما قلت لكم هنا في الفئه الخامسه اللي بيزيد حاجتين، نقطه الهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في صعود المرتفعات، والاي اس بي لو انت محتاج الاي اس بي في العربيه او نظام الاتزان الالكتروني. ده كده فيما يتعلق بالسيفتي باكج بتاعت العربيه ومقارنتها ببقيه الفئات الموجوده او الاربع فئات اللي تحتها. طيب ايه تاني عندي اختلافات؟ عندي مثلا نظام التكييف الهوائي اللي موجود هنا واللي بيجي اوتوماتيك بالمناسبه في الفئه الرابعه والخامسه، لكن هنا بيتميز في الفئه الخامسه انه بيجي الدول زون، اما في الفئه الرابعه فبيكون زون واحده او منطقه واحده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى ليه سكرين شكلها ظريف وبيبان عليها كل الاوبشنز الخاصه بالتكييف، على عكس ما موجوده في الفئه الثالثه او في الفئه الرابعه كمان ما بيكونش يعني سكرين، بتكون بكر مع ازرار كده بس بدون سكرين بتوضح لك اي معلومات متعلقه بالتكييف. فتحه اليو اس بي الاماميه مع فتحه 12 فولت مع مكان للولاعه، ده كله موجود في الفئات كلها ما فيش فيه اي اختلاف، لكن الزياده الموجوده هنا هي الطفايه البورتبل او الطفايه المحموله اللي موجوده هنا، ده اوبشن اضافي موجود في الفئه الخامسه. اثنين كاب هولدر مع فرامل ايد عاديه او مانوال مع مقبض الخاص بعصايه نقل الحركه، والدركسيون الاثنين بيجوا هنا في الفئه الخامسه من الجلد، اما في بقيه الفئات ما بيكونوش من الجلد. الشاشه نفس الشاشه الخاصه بالانفوتمنت سيستم مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو اللي بتيجي موجوده بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، ولذلك برضو ارجع اقول لكم ان الفئه الثالثه تعتبر هي الانسب مقارنه بالاوبشنز والسعر بتاع العربيه. شاشه 8 انش السنسيتيف بتاعتها عالي او الحساسيه بتاعتها عاليه، ممكن اتحكم من خلالها زي ما قلت لكم من التليفون الذكي بالابل كار بلاي واندرويد اوتو، انا موصل التليفون بتاعي اهوت في على الشاشه علشان اشوف اخبار
الموضوع بتاع الابل كار بلاي ايه، زي ما انتم شايفين ابل كار بلاي سريع واستجابته سريعه ومفيش فيه اي مشكله لحد دلوقتي. طيب الكاميرا الخلفيه بتاعت العربيه هنا زي ما قلت لكم الكاميرا الخلفيه بتبقى موجوده بدايه من الفئه الثالثه، مش وحشه يعني، شكلها الريزوليوشن بتاعها ظريف، الاضاءه يمكن هنا مش كويسه قوي فمديني شويه نغمشه، ولكن الاضاءه بره المعرض يعني انا شفتها بره المعرض لما جربت الكاميرا كانت الاضاءه بتاع او الريزوليوشن بتاع الكاميرا ظريف مش وحش خالص. طيب عندي مساحه تخزين موجوده هنا مع رف كمان موجود هنا علشان احط عليه الموبايل، لكن ما عنديش حاجه ممكن اداري منها او اداري بيها الاسلاك، فبالتالي لو في موبايل متوصل بسلك هنا هيكون يعني الشكل باين الى حد ما مش ظريف قوي. عندي طبعا تطعيمات كير بلاك موجوده هنا، دي برضو احد المميزات الموجوده هنا في الفئه الخامسه مش موجوده في الفئات الاربعه اللي قبلها، بالاضافه كمان لتطعيمات البيانو بلاك الموجوده على الابواب هنا سواء الابواب الاماميه او الابواب الخلفيه زي ما اتكلمنا في الكنبه الخلفيه. زي ما قلت لكم كمان مقبض نقل الحركه ومقبض او دريكسيون بيجي من الجلد، الدريكسيون كمان في تطعيمات بيانو بلاك موجوده هنا بدايه من الفئه الثالثه. عندنا الكروس كنترول او مثبت السرعه اللي موجود هنا، وعندنا على الشمال الجزء الخاص بالتحكم في الانفتينمنت سيستم. عندنا كمان نظام اتزان الالكتروني ليه زرار هنا ممكن افعله او الغي تفعيله من خلال زرار موجود هنا، بالاضافه كمان ليه زرار خاص بزياده سطوع الاضاءه الموجوده سواء اضاءه الشاشه الوسطيه او اضاءه العدادات مع بعض او ان انا ازود الاضاءه بتاعتهم على حسب ما انا محتاج. طبعا عندي شورت كاتس موجوده هنا علشان الانفتينمنت سيستم بتاعت العربيه، بالاضافه كمان من هنا ممكن اتحكم في الموجات بتاعت الراديو، ومن هنا ممكن اتحكم في الصوت بتاع الانفتينمنت سيستم. الشاشه اللي موجوده هنا شاشه العدادات، هي شاشه العدادات ميكس ما بين الانالوج والديجيتال. عندي شاشه صغيره موجوده هنا حوالي 4 انش بيظهر عليها كل المعلومات الخاصه بالعربيه، واللي من خلالها كمان بقدر اتحكم في كتير من الاوبشنز بتاعت العربيه، يعني ممكن اعمل اون او اوف مثلا للسمارت ترانك اللي هو الشنطه، ممكن زي ما احنا قلنا واحنا بنتكلم في الشنطه ان انا ممكن بمجرد ما اقرب منها الشنطه بتفتح اوتوماتيك، ده ممكن الغيه من خلال الشاشه اللي موجوده هنا، وهنا في مجموعه اوبشنز كتيره من خلال الشاشه دي ممكن اتحكم فيها في العربيه، ممكن اتحكم كمان في الويلكم ويلكم بلايت اللي هو الاضاءه الترحيبيه بتاعت العربيه، ممكن اتحكم كمان في اللوك او القفل الاوتوماتيك للابواب امتى وازاي اقدر اشغله، كل ده من خلال الشاشه اللي موجوده هنا. على يمينك في مجموعه عدادات، عداد الخاص بالبنزين والمجموعه العداد الثاني الخاص بالسرعه، وعلى الناحيه الشمال عداد الخاص بالار بي ام وعداد الحراره. عجله القياده قابله للحركه في اربع اتجاهات فوق وتحت وقدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مع زرار الستارت ستوب انجن زي ما اتفقنا ان هي ده اوبشن موجود في الفئه الخامسه بس مش موجود في الفئات الثانيه، وطبعا بيجي مع الكيلس انتري الموجود على باب السائق وباب الراكب الامامي. المرايه الخلفيه هنا بتيجي اوتو دامينج في الفئه الخامسه بس، بالاضافه كمان لفتحه السقف والموجوده في الفئه الرابعه والفئه الخامسه. مسند الايد الامامي بيجي من الجلد، وفي تحت منه مساحه تخزين مش وحشه ولكن برده مش كبيره قوي، لكن مساحه لطيفه، ولكن ما فيش فيها اي اوبشن يعني ما فيش فيها اي فتحه يو اس بي او فتحه 12 فولت او اي حاجه. عندنا هنا كمان الجلافز بوكس فيه اضاءه لكن ما فيش فيه طبعا تبريد، ومساحات التخزين في الابواب الاماميه الى حد ما اكبر سنه من المساحات الموجوده في الابواب الخلفيه. الابواب الاماميه بتبقى ميكس الماتيريال المستخدم فيها ميكس ما بين السوفت ماتيريال والجلد، هنلاحظ هنا بيجي سوفت ماتيريال وهنا في بطن الباب بيجي من الجلد، وكل ده بيجي من الجلد، مسند الايد كمان بيجي من الجلد الطري شويه، لكن الجزء السفلي خالص بيبقى من البلاستيك زي ما اتفقنا اللي هي الجزء الخاص بمساحه مساحات التخزين السفليه في الابواب. الماتيريال المستخدم بشكل عام هنا في الفئه الخامسه بيبقى سوفت ماتيريال من قدام بالشكل ده، وهنا كمان سوفت ماتيريال مع زي تريم من البلاستيك الرصاصي بيجي كده اسفل الشاشه وبيعدي عند فتحات التكييف اللي بتاخد شكل دائري على الجنبين، وفي النص بتاخد شكل مستطيل، وتقريبا نقدر نقول ان ديزاين طابلو من قدام هو تقريبا نفسه، ما فيش فيه اي اختلاف ما بين الفيس ليفت وما بين الشكل القديم او الموديل 2021. زي ما قلت لكم تغييرات تقريبا داخليا بتبقى ما بين الفئات، لكن مش ما فيش اختلافات ما بين موديل 2021 والفيس ليفت داخليا. ده كده باختصار وسريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي وعمل السلامه والامان والانفوتينمنت سيستم الموجود هنا في الفئه الخامسه من كيا جراند سيراتو فيس ليفت 2022.
وصلنا للنهاية، وطالما وصلنا للنهاية لازم أفكرك كل مرة لو العربية عجبتك أو كانت في حساباتك مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك، ما تكتفيش بأنك تتفرج على ريفيو، وما تكتفيش بأنك تستمع للآراء على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا، مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك وتتعرف عليها لو كانت في حساباتك. بشكركم جدا على متابعتكم، وإن شاء الله نشوفكم في عربية جديدة وريفيو جديد، ومرحب أكيد بأي تعليق متعلق بالعربية سواء على قناتنا على اليوتيوب مجلة عالم السيارات، أو على صفحتنا على الفيسبوك مجلة عالم السيارات. إن شاء الله نشوفكم في عربية جديدة وريفيو جديد، مع ألف سلامة.